نعم. من الأخبار أيضا حركة عقار تدعو للوحدة مجددا مع الحلو. رحب الأمين العام للحركة الشعبية بقيادة مالك عقار إسماعيل جلاب بالتوقيع على الاتفاق الإنساني ووقف العدائيات، ودعا جلاب إلى ضرورة وحدة الحركة الشعبية مبينا أن الحركة سترسل وفدا من أجل إجراء المصالحات وإعادة بناء وتنظيم الحركة الشعبية بالنيل الأزرق. وقال خلال مخاطبته احتفالية الحركة الشعبية بمدينة الدمازين عبر الهاتف إن التوقيع على إيصال المساعدات الإنسانية تم بموجبه تكوين 3 لجان مشتركة بكل من الخرطوم كادوغلي الدمازين، وستتوجه هذه اللجان للمدن الثلاث للبدء الفوري في تنفيذ الاتفاقية. وقال جلاب إن أهداف الحركة الشعبية المستمدة من رؤية السودان الجديد ووحدتنا في التنوع وحسن إدارته جاءت متسقة مع شعارات ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. وأوصى جلاب بضرورة الاهتمام بشريحتي المرأة والشباب خاصة، وأن المرأة بالنيل الأزرق من أكثر الشرائح المهمشة. وأوضح أن عملية التفاوض مع الحكومة الانتقالية بجوبا من شأنها تحقيق السلام والوصول لدولة القانون والمواطنة المتساوية دون تمييز، حيث تم التوقيع على وثائق لتهيئة المناخ من أجل السلام العادل والشامل. ونتيجة لذلك تم إرسال وفد للخرطوم تحت إشراف نائب رئيس الحركة الشعبية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع الحكومة الانتقالية بالسودان. كيف تقرأ هذه الدعوة للوحدة مجددا مع الحلو من عقار؟ والله أنا أعتقد أنه هي دعوة يعني في سبيل الوحدة أيضا مع فعاليات أخرى ومع قوى أخرى قد تكون قريبة في المشارب أو قريبة في البرامج السياسية التي ستقدم. وقد صدق جلاب في أنه الثورة السودانية أجابت على كثير جدا جدا من الهموم التي كانت تشغل بالحركات، بل حتى من دوافع العمل المسلح أيضا، الحقوق المتساوية وحقوق المرأة وحقوق المهمشين وأشياء كثيرة في يعني جاوبت عليها الثورة السودانية والناس تجاوزوها. فأنا بفتكر أنه الحركة الشعبية في جنوب جبال النوبة وفي جنوب النيل الأزرق هم أصلا ذات مشرب واحد، ووحدة هتكون بداية لوحدة مع فعاليات أخرى في السودان، انتظارا للحفل الكبير وهو الانتخابات وتحديد كل ذو القوة وموقعه يعني وموقع برنامجه. نعم. يمكن أيضا من الوسائل اللي أوصى بها جلاب أنه الاهتمام بشريحة المرأة والشباب، وخاصة المرأة في ولاية النزل باعتبار أنها هي مهمشة. يعني هو المرأة غير أنها هي مهمشة، المرأة ثبت يعني بالدليل القاطع أنها أكثر الفئات تأثرا بالحروب يعني. والمرأة تتأثر بالنزوح وتأثر باللجوء وتأثر بالحركة وتأثر بالحرب، والنساء النساء الرجال كما سموها في تحقيق كان بيتكلم عن المرأة الرجل التي تقوم مقام الرجل الذي يحارب او الذي يستشهد في المعارك، مسؤولية فبقت هي متحملة كل شيء يعني. نعم. مسؤولية البتاع. نعم.